دي اسمك دايما بيتحط في اي حاجه ويبقى ترند، ودايما بيزجوا باسمك في كل حاجه تقريبا. ليه؟ حسن شاكوش ونزار ما اعرفش حظي، مش عارفه، بس انا يعني انا ما اعرفش شاكوش خالص، وعمري في حياتي ما شفته ولا قابلته. لما مراته قالت بسمه قالت تالت حرف ر، في مليون الف اسم تالت حرف ر، لكن هم ما مسكوش غير في حوريه. فانا مش فاهمه يعني، في ساره، في يسرى، في يعني في مليون اسم، اشمعنى حوريه؟ انا مش عارفه. فلما نزل لي اعتذار رسمي على صفحته، كنت بعمل لقاء فسالوني، قالوا لي تقولي له ايه؟ بصراحه يعني انا اقول له انا ما اعرفهمش، بس انا شفت قد ايه مراته بتحبه، باين قوي 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 انها بتحبه. فقلت له شاكوش مراتك زي القمر وبتحبك قوي، يعني خليك بقى ولد كويس بقى، وارجعوا بقى لبعض، لان الحب ده مش بيتلقى كل يوم. قلت له كده. شفتي اللي حصل الفتره الاخيره معاهم؟ لا. لا ما شفتش. ما اتطلقوا؟ انا ما اعرفش، اصلا كنت مسافره، ما اعرفش. اتطلقوا وهو سوري، هي اعلنت الطلاق كمان، طلعت في حلقه مع استاذه بسمه وقته واعلنت الطلاق. يا خساره. ما حصلش طيب بعد الموضوع ده تواصل بقى يعني، حسن شاكوش ما اتصلش بيكي مثلا؟ لا لا لا، ماليش علاقه بيه خالص. ما خالص خالص، ما ما عمري ما شفته غير في التلفزيون يعني. حكايه نزار. نزار كلمني من العراق وقال لي انا نزار. انا كنت شفته عامل لقاء قبل كده مع رانيا، ف يعني قال لي عايز اجي مصر واعمل معاكي لقاء وبتاع، فقلت نايس. جه كان غريب قوي، طلع على البلكونه وكان عمال يصور وعايزني، بيقول لي اوفي ورايا عشان سيلفي ومش سيلفي ومش عارفه ايه. وبعدين كل ما حد يدخل البلكونه يطردوا بره، مش فاهم، ما اعرفش يعني. المخرج يدخل يقول له اطلع بره، فانا كنت فاكره ان هو يعني مش عايز حد يكون في البتاع، في السيلفي. دخلنا قعدنا هنا، صورنا، سالني سؤالين بايخين كده، وبعد كده راح قايل لي انا هنا عشان جايه اطلب ايدك. فانا انا تقولي فسكت. فقال لي تعرفي ماجد المهندس؟ قلت له ماجد المهندس المغني؟ قال لي قلت له انا بس يعني اعرفه بس مش بسمع له قوي. قال لي طب ممكن ترقصي معايا على اخر اغنيه عملها لانها حلوه قوي. فبصيت له كده، انا عارفه ان انا لو وقفت هيبقى المنظر مضحك، لان انا يعني عارفه ان هو اقصر مني بجامد. ف راح قايل كلمه كده، قال ده انا بجبر خاطرك. بتجبري ايه؟ قلت له طب انا كمان هجبر خاطرك وهقوم ارقص معاك. فقمت، فاول ما قمت قلت له قلع الجزمه عشان انت قصير قوي. يعني ايه يعني تجبر خاطري فيا ايه عشان تجبر خاطري يعني. وبعد كده تاني يوم قابل المساعد بتاعي وعرض عليه 50,000 جنيه علشان ياكد حكايه الخطوبه. والله العظيم 50,000 جنيه، لولا ان هو يعني ولد محترم وبيحبني وبيشتغل معايا بضمير كان اخده. ما حاولتي ان هي تفاتي ضد القضية؟ لا لا لا، مسلمة، ما تجيش في القضايا والحاجات دي، هبل يعني. ما خلاص. طب تفتكري ليه يعني شاكك بالطريقة دي ان هو هيطلع ترند؟ يعني اسمك بيجيب الترند؟
هو جاي ترند، لان هو قال لاشرف انا عايز اطلع ترند.